بس انا رحت لاتحاد الكوره عشان معانا الكابتن هاني ابو ريده عضو مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. كابتن هاني مساء الخير. خير لك يا كابتن سيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. ازيك؟ عشان تعرف ده تاريخ الكابتن احمد شوبير بقى، عشان حضرتك اما تعمل القايمه السنه دي وتعمل الكتيب بتاعك تفضي خمس صفح. والله لا، هو يعني احمد مش محتاج تاريخ، قصدي الاستاذ احمد هو عادي. قصدي الاستاذ احمد يعني يعني مش محتاج، احمد ادى كتير. وكان راجل نجم باخلاقه وادبه وقدراته الفنيه. وكابتن اهلي وكابتن منتخب مصر. تمام، خلصنا الحته الاولانيه اللذيذه المتزينه، الشيء زي الفل. كابتن احمد شوبير هو النائب مع حضرتك انتخابات القادمه؟ يا ريت يرضى. ما نعتبره ريدي، هو النايب مع حضرتك الانتخابات القادمه. بص شوف اقول لك يا سيف، هو دايما انا بقول يعني ربنا يعني كل حاجه بتوقيتها بوقتها. ما هو احنا كان قبل الانتخابات باسبوع كنت انا جاي رئيس اتحاد واحمد نائب رئيس الاتحاد المصري، وبعدين ما حصلش نصيب. تمام، فدايما الواحد ما يسبقش الاحداث، يعني ما يبقى في وقتها اذا كان عندنا قدره انا وهو. دي اجابه كويسه جدا. نفترض ان شاء الله ربنا هيدي الصحه وعندنا القدره ووصلنا. كابتن احمد، حد يمشينا. كابتن احمد شوبير هو النائب مع حضرتك الانتخابات القادمه. ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال برضو مهم الناس بتساله، لا يمكن تعدي القصه ساده كده ما بين حضرتك وكابتن احمد في وجود مجموعه، هو عنده سياسه وطموح وحضرتك عندك سياسه وطموح، طموحكم انتوا الاثنين في المرحله القادمه للكره المصريه واحد؟ اكيد طبعا. ما هو بص التالف ده ما بيجيش الا يعني في يوم، احنا بنتكلم مع بعض كتير جدا يعني عشره عمر من ايام ما كان الكابتن احمد بيلعب في عشره عمره، وبنتكلم دايما في ان النهارده لازم المستقبل لدينا اتغيرت، صناعه كره القدم اتغيرت بشكل كبير. والحقيقه حتى يعني حتى انا واحمد بيحصل في نضج في الاداره ونضج في التفكير، كل ما بتشوف حاجه وبتقرب من ناس كتير سبقونا اكيد بتعلم حاجات كتير نفسك تعملها في بلدك. فده الفكر بنتكلم فيه، انه عندنا امل كبير جدا ان مصر كلها بتتغير الفتره دي، بتتغير بشكل كبير، وعندنا طموح نروح كاس عالم، عندنا طموح يبقى فيه استقرار في المنتخبات الوطنيه بشكل كبير، عندنا طموح نعمل سياسه من زمان ويبقى فيه تعاون مع الدوله وزين نحرك كل الرياضه مع الملاعب اللي بتعمل بشكل كبير دلوقتي، وزين نشتغل مع اداره المدارس، وزين يعني كل المنظومه الرياضيه، اي واحد بيمارس كرة القدم بشكل كبير لازم يكون موجودين. بلد 100 مليون ولما نتكلم ان في الاتحاد مسجلين 70,000، دي حاجة تمام يعني صغيرة جدا، اللي احنا طموحنا اكبر من كده ان شاء الله. طالما اتكلمنا عن البلد يا كابتن هاني، حضرتك كنت نائب عن بورسعيد وكابتن احمد شوبير كان نائب عن طنطا، مفيش احتفال لسيادة الرئيس غير ما حضرتك وكابتن احمد شوبير بيكونوا موجودين فيه، ولكن جيتوا في انتخابات مجلس الشعب قلتوا معلش يعني المرة دي احنا مش قادرين. طب الموقف متناقض تماما، منين النهارده هتساندوا البلد، منين واقفين، منين جيتوا في انتخابات مجلس الشعب رافضين تنزلوا، او شايفين الوقت مش مناسب، او شايفين ان انتوا المرحله دي لا ما تفضلوش تكونوا موجودين. هو بص بعد كل زمن بيتغير، انت حتى بتغير تفكيرك من يوم وليله. انت احمد خد تجربه وانا خدت تجربه، وبعدين انت النهارده بنفكر احنا عندنا طموح كبير جدا في كره القدم، هل هيبقى عندك الوقت الكافي ان تقدر بالاثنين؟ وهل مجهودك في السن ده بيقدر يسمح انت بالاثنين ولا لا؟ في ناس تقول لك والله انا اقدر اعمل شغلانه واثنين وثلاثه، انما الحقيقه مش هتقدر تد وبعدين التصاقك بالدايره بتاعتك، واحمد جربها عمل حاجات كتير جدا، استحاله ترضي الناس كلها. فدي التجربه تدي ناس لفرصه ثانيه، ناس للثانيه، وانا الحقيقه عن نفسي انا ناس كتير جدا جدا في البلد بيكلموني ان انا اكون متواجد. ولكن بقول هل انا عندي القدره ان انا ادي ولا ما اديش؟ هو ده الفيصل في الموضوع. اخترت الكابتن احمد شوبير ان هو يكون نائب مع حضرتك مع الاختلاف الكبير بينه وبين حضرتك، حضرتك سياسي ويعني الامور بالنسبه لك ممكن تاخدها بهدوء، كابتن احمد شوبير ولو كل الاحترام تصادمي، يعني في اي موقف مهما كان الثمن يقف ويصدر القصه، ازاي تقدر تتعامل معاه؟ لا ما دي زي اللي في الافلام، يعني واحد شد واحد بيكتب قدامه. لا بص شوف هقول لك حاجه. اولا احمد مش صادم ولا حاجه. هو احمد صاحب قضيه، انما لما انت بتقدر تقنعه في اي موضوع بيجي معاك، ما لا بيتمسك برايي ولا يقول لك لا، مجرد ان هو قال راي فتمسك بيه، لا يعني احمد اشتغل معايا فتره طويله، وانا بقول لك سعيد ان انا كنت يعني من زمان وهو لعيب موجود في اتحاد الكوره، ثم اشتغل معايا في المنتخبات، وكان الحقيقه راجل بيأدي وبيأدي كويس جدا، وكان ذكي، يعني كان بيحصل فيه مشكله يجي لي في السر هنعمل واحد اثنين ثلاثه ايه رايك؟
ما لا ما لو هو ما تصادمي ما كانش يعمل كده. انا لا ما احمد عنده انما حته تصادمي ده شغل اعلامي، ان هو شغلته ان هو يبرز موضوع ده الناحيه الاعلاميه، انما في الاداره ما اعتقدش هو ده الفارق يعني. تمام، يعني وجهه نظر حضرتك في موضوع احمد الشيخ، هل اسدل الستار خلاص بالفعل الدنيا مشيت ولا هناك لسه خطوات في النادي الاهلي؟ لا ما افتكرش يعني. بص هو انا طبعا ما شفتش اي ورقه للحدوته دي. وهل التنازل بتاع الزمالك يلغي القصه ولا لا؟ لان ما شفتش ورقه. انما في لجنه تظلمات، لجنه اكيد فيها ناس محترمين، ونازل نحترم راي الناس اللي ادوا هذا القرار ان الموضوع منتهي، وبالتالي النادي الاهلي لازم يبقى ان هو يحترم القرار اللي اخذته لجنه التنظيمات. واعتقد انه الاخ الصديق محمود طاهر من الكياسه ومن الخبره انه في هذا الوقت والتوقيت انه الموضوع انتهى، يتقفل ويبص للمستقبل فريقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن، بتمنى لك كل التوفيق كابتن هاني، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني بريده عضو مكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.